على طول هدخل لمسج قريتها دلوقتي يعني. بتقول انا كنت صاحيه وقت الفجر سمعت الاذان وكنت خايفه انام من غير ما اصلي، وفعلا نمت بس حلمت بتعبانين وفران وصحيت على ان قطه بتعضني. طيب هو طبعا ممكن ان يوصل لك حاجه تنبهك ان انت مثلا ايه نمتي او حاجه، ممكن الحاجه دي تبقى مخيفه زي ما هي بتحكي، او ممكن لو تكررت الموضوع ده كذا مره فده دلاله على ان البني ادم يعاني من عارض. العارض ده هو طبعا احنا عارفين كده مؤكد، من ايه؟ عارض. عارض يعني شيء منع، مانع لفعل شيء خير، في خير يعني، ان هي تقوم تصلي ده فعل خير. فبيقول لك ان الشيطان يكسم على بني ادم عشان ما يقومش يصلي، او بيقول بس هي بتقول الظاهر ان هي بعد ما صلت ونامت هي بتقول حلمت الحلم لا هي ده. بتقول ما انا كنت صاحيه وقت الفجر وسمعت الاذان وكنت خايفه انام من غير ما اصلي وفعلا نمت. نمت وفعلا نمت. صح صح انا بقول لك فده دلاله بس ان بتبعت لها رساله كده ان انت مثلا ايه ده، دي شيطان خلاها تنام. الرساله اللي زي كده لا يؤخذ بها. ليه؟ لانها لن تتكرر او ما اتكررتش تاني، خلاص هي بس حاجه انت نمتي وما صليتيش اللي عليكي. ضميرها مأنبها في حلمك كده، فشافت حاجه بقى بتعضها وحاجه. لان لو احنا فسرنا العض ده في حته تانية، ده يقول لك سبحان الله عض الخربوش اسمه السنور، السنور اللي هو القطه، يقول لك ده معناه عيا سنه. سنه لو حلمت بقطه بتخربشنا، بتخربش دي عيا سنه، الواحد يعيا سنه بحالها. يا نهار ابيض. فهي خليها كده احسن يعني، ربنا يستر.